تكنوز تكنوز. الشركات الكبار في الدومين الالكترونيك كلهم براتيكمون دخلوا في عالم السمارت ووتش الساعات الذكيه منذ مده صغيره. جاي الدور على شركه اتش بي, وفي تكنوز اليوم مش نحكيوا على البارتنيريا مع موفادو لاطلاق البولت موشن. ثاني محاوله لشركه اتش بي في عالم الساعات الذكيه كانت المره هذه بشراكه مع موفادو السويسريه المعروفه بالمنجل سوبر لوكس. هذاك عليه منجل اتش بي اللي اطلق عليها اسم بولت موشن هي اقرب للمنجل التقليديه كل سمارت ووتش, كما اني مختلفه على منجل سامسونج وابل حيث ما فيهاش اكران تكسيل بل تعتمد على الفيبراسيون ودي لومير ليد صغار لتنبيه المستخدم. الدياميتر متاع البولد موشن المصنوعة من مادة الفولاذ 44 مليمتر, ويمكن ربطها بتليفونات ايفون اللي تخدم بالاي او اس 8 وإلى تليفونات اندرويد اللي تخدم بالاصدار 4.4 واللي بعده عن طريق البلوتوث. تمتاز منجلة البولد موشن بأنها مقاومة للماء تحت عمق 50 متر, كما أنها تحدث دي نوتيفيكاسيون عن طريق الفيبراسيون أو لليومير في الوقت الالارم. بالنسبة للي نوتيفيكاسيون الخاصين بالميلوات وإلا أي حاجة أخرى, فإنه كل إليمون عنده اللون الخاص به. البطارية يدوم جمعة كاملة, ولا سوم مش يكون انطلاقا من 795 دولار أمريكي للفيرسيون الجلد والفيرسيون الفوليت. هكا تكنوز لليوم, وفيت خالدي قلكم تحياتي. تكنوز تكنوز.